هل ممكن بعد ما بنزرع سن انه يقع؟ حلو توبيك البرنامج، حلو ان احنا نتكلم عن المفاهيم الخاطئه عند بعض الناس، عن المفاهيم اللي انا بسمعها كتير بتجيلي السنتر ومدرجه عند ناس كتير قوي مش متابعه تطور طب الاسنان او مش متابعه الطفره اللي حصلت في الطب وخاصه في طب الاسنان. بسمع لحد النهارده بعض الجمل اللي بتخض، زي ما انت قلت دلوقتي هي الزرعه بتقع. يعني ايه زرعه بتقع؟ او اقول لك على حاجه احلى، بيقول لك جسمك رفض الزرعه. انا جات لي مره بس عيانه بتقول لي عندها ضرس مفقود او سنه مفقوده، بتقول لي انا عايز اعمل تركيبه مش عايز اعمل زراعه. فالزراعه هي بتقول لي ايه الحل الامثل؟ بقول لها زراعه، الزراعه دي معروف ان هي الحل الامثل لتعويض سنه مفقوده او حتى عدد اسنان كبير جدا حتى لو فك كامل. فبقول لها طبعا هنعمل زراعه، لا انا عايز اعمل تركيب لان انا رحت وقالوا لي ان الزرعه ممكن تقع او ايه جسمك هيرفض الزرعه، ممكن جسمك يرفض الزرعه. ده انا عملت قبل كده زراعه والدكتور بعد ما احنا المفروض بنعمل زراعه، طبعا متعارف ان احنا بنعمل زراعه بنستنى بعديها 3 شهور ونعمل التركيبه اللي على الزرعه. بعد الثلاث شهور دي راحت الدكتور قال لها ده انت جسمك رفض الزرعه فمش هينفع لازم نعمل تركيبه. فجايه لي اعمل لها تركيبه. ده طبعا يعني سوري ده جهل، يعني مفيش حاجه اسمها جسمك رفض الزرعه، مفيش حاجه اسمها الزرعه بتقع، الزرعه دي لها عوامل كتير قوي عشان تتعمل، منها الدكتور، منها اجهزه، منها تكنولوجيز، منها تخصصات، فيها علم كبير قوي. لو كل ده متكامل بدكتور فاهم بتكنولوجيز موجوده، هي نسبه نجاح الزرعه تتعدى 99%. تمام، بتعيش كام سنه؟ هل العمر؟ مدى الحياه. لمدى الحياه لو الزرعه معموله صح بتكنولوجيز صح بدكتور صح، الزراعه دي المفروض حاجه تعيش مدى الحياه من اول ايه بقى؟ من اول سنه واحده لحد عدد اسنان كبير قوي. ليه؟ كانت ليه زمان الزراعه بيبقى فيها مشاكل؟ زمان ده انا بكلمك من اكتر من 20 30 سنه، مش مؤخرا. ليه كان بيحصل كده؟ عشان كنا بنحطها على حاجه اسمها بانوراما، اشعه. اكيد سمعت اشعه بانوراما او الاشعه ثنائيه الابعاد. الاشعه بانوراما دي الاشعه الكبيره اللي كان العيان بيخش بيها، دي مرسوم فيها الاسنان فوق وتحت، دي اشعه ثنائيه الابعاد. يعني ايه ثنائيه الابعاد؟ يعني انا شايف ده والطول، يعني شايف طول، لكن هل انت شايف ويتس؟ يعني هل انا اقدر اجي من الجنب بقك واشوفه؟ طيب عشان اعمل زرعه من الاخر، الزراعه دي يعني حاله عظم كويسه، عشان الناس اللي بتسمعنا وبتسال كتير قوي 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 عن الزراعه، وده توبيك مهم جدا. زرعه يعني طبعا خلاص احنا خلصنا قصه الدكتور والاجهزه اللي موجوده. زرعه دي يعني عظم، عظم ده يعني ايه؟ يعني انت عندك عظم فك طوله كويس، كثافته كويسه، جوده العظم جيده، عرضه كويس. ده بيتقاس طبعا قبل ما بيتعملوا اي ده بيتقاس ازاي بقى؟ ان انت بتشتغل بحاجه اسمها كوم بيم سي تي، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. احنا بنقولها بالراحه خالص، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه ثلاثيه الابعاد؟ يعني قبل ما انا اشتغل لحضرتك اصلا انا معايا الفك بتاعك 3 دي ثلاثي الابعاد، بقدر على الكمبيوتر العب فيه. ده احنا وصلنا لمرحله من التطور ان احنا بنشتغل دلوقتي حاجه اسمها بروثاتيك دريفن في الزراعه. يعني ايه بروثاتيك دريفن؟ انت عارفه احنا اتفقنا ان احنا بنحط الزرعه، بعد ما بحط الزرعه بستنى 3 شهور وبعدين اعمل التركيبه اللي عليها. ده الايديال، ده المثالي في الزراعه.